تقول أختنا: عندي مجموعة من الذهب أريد بيعها وأحج بالمال إلى بيت الله الحرام، وهذا الذهب اشتريته من المال الذي كنت أستلمه من بعض الأقارب وأهل القريب وأهل القرية في الأعياد وشهر رمضان، هل يجوز أن أحج به؟ إذا كنت أخذتيه وأنت مستحقة له بفقرك فلا مانع أن تحجي منه وأن تنفقي منه، أما إذا كنت أخذتيه من الزكاة أخذتيه من الزكاة وأنت لا تستحقين أخذه فإنه لا يجوز لك، لأن الزكاة لا تحل إلا للفقير، ومن ذكره الله سبحانه وتعالى في مصارف الزكاة. أما إذا كان هذا المال من باب الصدقة التطوع أو من باب الهدايا، إذا كان هذا المال من باب الهدايا، أما صدقة التطوع لا تحل، حتى صدقة التطوع لا تحل للغني، لكن إذا كان من باب الهبات فإنه لا مانع من أن تحج منه وأن تستعمله، إذا كان من باب الهبة وهي غنية لا مانع، قبول الهدية وقبول الهبة لا مانع منه ولا مانع من التصرف فيه. جزاكم الله خيرا.